أنا نور الخير ثامر، خريج جامعة بغداد كلية فنون جميلة. طبعاً كلش فرحان بيوم يعني في سليمانية في معهد غوتة لأول مرة ورشة حضرتها شاركت بيها في سليمانية لمدة 10 أيام. علمت الموسيقى الكردية واللغة الكردية، زائداً أنه كثير اختلاف بالثقافات يعني بين الشمال والجنوب والوسط. يعني أتمنى يكون الكونسرت اللي راح نقدمه بنهاية الورشة يكون يعني محل فخر لنا ونعتز به هذا بنهاية الورشة. حاولنا قدر الإمكان نكون يعني واحد، الفريق كله واحد جزء من الثاني، أكو فد كيمياء تصير بين الفريق أو بين الباند اللي جاي نشتغل بيه. طبعاً هو كلش صعب، لكن بنفس الوقت من خلال التمرين حيكون سهل وراح يكون كلش حلو، راح نشوفه بطريقة مختلفة.